اول شيء متعب، بعدين بعدين ابراهيم. ابراهيم. ابراهيم ايه متذكره والله؟ لا اجا شو اسمه، في كركبه هون انا متهيألي يعني. هلا ما في هلا هلا خلص خبطت. ها هو وحشتني الاكاديميه وحياة الله. شو ممنوع الدخول؟ اي مسطول؟ مين كاتب هاي؟ مصيف. مصيف انا وكنت مطرقع يا ولد. هون بدريه مالها؟ بدريه ما احنا مسكن؟ ليه مالها؟ ان شاء الله زمان معك يا اهلا والله. يعني انتوا ما حكيتوا صار لكم فتره يعني؟ احنا مشيت ثلاث ايام هكذا. شو هالنظافه اللي انتوا فيها؟ كيف بس؟ اوف لا لا هي سيزن، بتخيل سيزن الكتابه. كلكم بتكتبوا يا زلمه؟ كل واحد لا بتكتبوا بتناموا. كل واحد يرتاح. والله العظيم. ايه عن جد. هي الكرسي الازرق هنيك يعني. انت يعني كل واحد له كرسي. هلا ليك اسمه، كل واحد اسمه. هاي كرسي. انت نظيف ولا ايش؟ لا. طيب. يلا نقي لك واحد. انا اي واحد تكتبوا اسمي علي يعني؟ بدرية ليه زنخة؟ بدرية فشخ الأولى زنخة بدرية. ايه حد بلعها ولا شيء؟ لا بليز لا تفوت على رفقة البنات. ليش؟ كثير كانكم كلكم اثنين. الله شو كل واحد قبل ما يطلع بيكتب ولا ايش؟ لا بس يطلع هنا من اي والله على راسي. منيح والله بتحبوا اصحابكم هيكم. بوزيت بوزيت تعال قاعدة هيك عم والله كنت هاي. تعال انا بدي اياك. طيب ما بينفع والله خليك رح تشوف الفرق. قالوا لك انا حتحكي انا عارف. لو قالوا لك لو ما قالوا لك انسى حد يرد عليكي. لا هم قالوا لي اليوم، قالوا لي رح تتصلي بس انا ناطر. طيب لما شو اسمه تعال امشي ولا اشوف. خلص خليكي. لا والله لا ترى ما رد عليك يعني. خليكي والله خليكي. لا والله ما بتقومي والله ما بتقومي. خلص برايم على طول. انا الزق وشي هون. خلي حدا يجي يقرب جنبي. لا نحن نطلع على السطح نحكي فوق نحكي. لا لا ايه احنا بعدين اكتشفنا السطح. هلا مثلا مؤخرا عم يسكروا لنا كل شيء، عم بطلع طلع راسي من هون الليفينج بخبروني كل شيء عدل. بس ما بلا ما اشوف. وين؟ اسكت طيب اسكت. خلص خلصت بسر اكاديمي. ايه خلص خلصت بسر اكاديمي. خلص خلصنا يعني. يا طب انا جاي اتبسط بصراحه، مش جاي انه انا اتبسط. والله جاي انبسط معكم يعني. جاي العب يعني. يلا امشي جاي غير جو عندكم. زيت من جو الشغل برا والاستديوهات. فشو رايكم؟ يلا بدنا نحن اللي مين خالي؟ اوكي. خلص خلص. لعبنا يعني؟ بتعرف تلعب صلاح؟ شو مصلح؟ والله جاي بس هي عندنا بوكسات نلعبها احنا صح؟ لا ليش بوكسات؟ افيات حبيبي. بدريه شو؟ تعالي حبيبتي تعالي. انا لو منين بدي احكي مع اهلي؟ انت لو منين بدك تحكي مع اهلك؟ تعالي حبيبتي تعالي. ما بفرق انت مهزوز الشخصيه هيك ليش؟ ليه حبيبتي وزن؟ لأنه بدي أحكي مع أهلي ملاخ. حتحكي مع أهلك والله حتحكي، يمكن مش اليوم بكرة. كل يوم بيقولوا لي بكرة. لا ما يصير. ما يصير؟ ما بدي. شنو ما يصير؟ إيه؟ رحت الكويت. أكلت؟ بتعشى معنا؟ لا والله نفسي تعالوا أكلوني. مع بالله حماتك بتحبك جيتنا على الأكل. حبيبي على رأسي والله. طب شو ما عملوا لنا أكل يعني؟ بس أنا ما بحب التونة. ناجتس وطوع هوت دوغ ولا هوت دوغ؟ لا ناجت كبه. ناجتس مين عامل هذا؟ لا ما هذا انتم، هذا اكلكم. لا انا بدي نسوي كله بناكل مع بعض. هذا اكلكم. لا انا اكلت مع الغداء والعشاء. طيب يعني طب اعمل لكم شيء انا؟ زي شو؟ هوت دوغ. لا طب شو هوت دوغ؟ اعمل لها بيض وبصل وما اعرف شو. ايه اوكي كثير طيب. لا كلنا سوا يعني. ايه هو احنا مع بعض. رح اعمل خلص بنسخن كل الاكل. تاكل بيض ومرتديلا؟ ما بحب مرتديلا. ما بتحب كانه اللحم. خلص ما تاكل شيء ناصر، ما تاكل شيء. كل شيء ما بتحب. عرفت انك تستفزني انت. لا مو نفس نفس العصبيه ولا هيك. شفت اخذت دورك انا هون. ايوه تعال تعمل هيك.
برافو عليك وتقلب الدنيا وتمشي مش فاهمك يعني. لا عصبوني يا ناصر عصبوني برود قاتل. شو قل لي شو معلش بدل السفرة بدي احط لك حبال وادخلهم واحد واحد عليك يعني. تعال حبيبي انت تعالي والله العظيم زي العسل تعالي تعالي حاضر اركض وراكي انا تعالي انت بدك تلغي انا عارف تعالي خذي خذي اكل بدك شو؟ بدها تاكل يعني حرام بدها تاكل مطلع لي بصل ليش مطلع لي بصل؟ طبعا حعمل لكم اكله حلوه خلص زي شو؟ ما هلا انت روح عاد انا بعمل لا زي شو انا ما بيض بيض وبصل وبندوره شو؟ ما بحب انا هالاكلات تبعكم انا شو بيض وبندوره وبصل؟ مش بندوره طيب جيبوا لنا اكل بسرعه طب قلوا شو مش طيبه اللي انا اعملي لي لبنه طيب اعملي لي لبنه خلص لبنه؟ ايه جوعان انا انت عارفه انا جاي من الطياره هون؟ لا وحياة الله من المطار على هون بكاء والله رح اسوي لك اكله تخبى بس وحاقد عليكم اصلا ليه؟ عشان دائما نايمين نايمين؟ والله العظيم شو هذا يا زلمه شو فرضت اعصابكم خليها على الله يا زلمه شو مالكم خلاص بس ارتحنا انا وياه قضيناها نوم من امبارح اليوم لا عن جد مثلا كنا قاعدين بالصالون قالوا ما تناموا اوكي قالوا اوكي خلص ورا شوي راح محمد بعده راح نصيف تعرفوا انه انتم كلكم هلا كسبانين يعني انتم وصلتوا للاخر يعني هذا شيء كثير منيح وحلو والله جد رمضان يعني هلا ما بتفرق معاكم مين طالع مين المفروض يعني مالك تاكل الكه والله جد وحيات الله جد بحكي معك انتوا الكسبانين يعني من على فكره من اول واحد طلع للاخر اعرف حالكم ان انتم مميزين يعني انتوا هلا كم بلد يعني ملايين يعني ما بدنا نقول ملايين عشان لا نبالغ في الوف دخلوا على ستار اكاديمي تخيلوا طلع 21 شخص بس منكم انتوا اللي اتخذتوا اكيد انه هذا يعني ايه صح ولا انا غلطان رامي صح 100% والله العظيم جد انا شفتك اول فرايم تذكر والله ايه حكيتنا اول فرايم تذكر ولا يعني من جاك اللي طلع اول واحد لهلا لا الستار اللي حيطلع والله انتم محظوظين يا جماعه هو البلا اللي بيطلع برا بيشتغل هو اللي. بس ايوه برافو عليك شغل عليك برا مظبوط بس خي هلا يعني ممكن حد ياخذ ستار بس ما يعمل شيء برا ممكن يعني انا ما بعرف اذا بدي اقول رانيا بسم الله ما شاء الله شغاله شغالة جد أنا بحكي لا رانيا مضط إيه برافو الحمد لله أنا قاعد بمصر أنت عارف يا رحمة أنا حاطة العين مش عارفين برا شو عندنا يعني بق يعني هاي اللي يعني لحظة كل خير أنت هلا أنت فكر هلا باللي أنت فيه صح لما تطلع فكر شو بدك تعمل أو فكر صح أنت كنت بالسيزن تبع باش إيه تبع باش مع باش إيه كنت مع باش مع باش جانا باش غلطان لا لك ما تزعل وحياتك